الغرض من هذا المؤتمر هو أن نتقاسم معكم بعض المعلومات حول الجمعية العمومية التي ستعقد في نواكشوط لاتحادية الإفريقية للتأمين فناف. هذا المؤتمر الذي يكتسب أهمية قصوى سيعقد في قصر المؤتمرات بنواكشوط من 19 إلى 21 من هذا الشهر فبراير، وسيكون الموضوع الأساسي فيه لنقاش التأمين وأثاره الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وستكون هناك مواضيع أخرى يناقشها الأساتذة في ميدان التأمين وفدوا من جميع أنحاء العالم، وسيكون ذلك لا شك ذا أهمية بالنسبة لقطاع التأمين وللقطاع المالي بصفة عامة. بهدي نحن اليوم لهي تعود جايتنا ما يزيد على 800 شخص من 50 دولة في العالم، ما هو لا في إفريقيا، هم القارة الأمريكية وهم أوروبا وهم الحقيقة آسيا وهم اللي القارة الإفريقية طبعا، وهذا الحقيقة لهي يخدمون معهم حوار صريح وشامل على جميع المشاكل اللي مطروحة هون موريتانيا، والصيف هذي قدوا هما يتغلبوا بها عليها ويعود فهم الحقيقة تبادل الآراء وتبادل الأفكار اللي على طول هذه الأيام الثلاثة هون في قصر المؤتمرات. كل نهار لا يعودوا فيه دي بانيل دي سيشانج بين هالباط الوافدين البلد مع الشركات الوطنية ومع السلطات، التنسيق معها تام من أجل باط الحقيقة وضع القطاع التأمينات على السكة، ومن أجل المدى الحقيقة ملدي معاونته على نباط يحدى من المكان اللي يلتا تعود عنده.